اسمي غالي ابراهيم مصطفى، عمري 11 سنة، أنا من حلب. نتيجة الضرب اجينا عرب اسمها تلسر، لقينا هون تلج، المطر، البرد، الهواء، كل شيء سيء. بدنا ثياب نحن، وبدنا تغذية، وبدنا هدوم، بدنا كل شيء يعني. المشكلة هون لون ضلينا بضرب أهو من التلج، هون برد، ما في مازوت، ما في شيء، مدفى. لما جينا ضلينا شهر برا، ما في لا خيمة، لا في شيء، لا أبدا. هلا أنا جيت لهون أتمنى أرجع، بس هيك يعني ألمح مدرستي، أتمنى يعني أشوفها، أتمنى أعيش بصفة.